مساء الخير، انا لبنى سعيد اسوشي بروفيسور في جامعه النيل الاهليه واجيا ممبر واي اس كوتشر. مرحبا، يعطيكم العافيه. معكم كمان مره شادي البرقوني. اليوم بيسعدني ان اكون معكم في الكلوزنج سيشن لهذا البرنامج التدريبي. مرحبا، انا الدكتور محمد العدم، استاذ مساعد في داتا الرياضيات في جامعه بوليتكنيك فلسطين وعضو الاكاديميه العربيه الالمانيه وعلماء الشباب في علوم الانسانيات اجيا. يأتي هذا التدريب في سلسلة طويلة من النشاطات المشتركة ما بين جامعة بوليتكنيك فلسطين والأكاديمية العربية الألمانية وعلماء الشباب في علوم والإنسانيات، حيث تم هذا التدريب على مرحلتين وبأسلوب التدريب المدمج، حيث تم في المرحلة الأولى إلقاء سلسلة من المحاضرات الشيقة والممتعة من قبل رياديين على مستوى العالم العربي. أما المرحلة الثانية فتمت بشكل وجاهي في رحاب جامعة بوليتكنيك فلسطين والجامعة الإسلامية في غزة وأكاديمية البحوث المصرية. الهدف من الـ practical training for the graduate into labor market اللي نظمته أجيا، وأنا الحقيقة شرفت إن أنا كنت أحد المنظمين، إن إحنا نحط الـ graduate على أول step في الطريق اللي بعد كده، هيعمل إيه بعد كده. فعملنا ده عن طريق حاجتين. أول حاجة online training. الأونلاين training دي كان 4 أيام، كان كل يوم بيحمل تيمة معينة، يوم عن الأكاديمية، يوم عن الاندستري، يوم عن الانتربرينوريال شيب تراكس، وإزاي وإيه الكي بوينتس اللي يقدر اللي لازم يكون عارفها والسكيلز اللي هو يكون تكون عنده علشان ياخذوا تراك من التراكس دي. وبدأنا كمان اديناهم يوم كده انتروداكتوري عن إزاي يبقى عنده حلم، وإزاي لو عنده حلم إزاي يحققه أو إزاي يسعى لتحقيقه. how to climb his own mountain. الماونتن ده بيعبر عن أحلامه وأماله وطموحاته في الخطوة اللي جاية. صحيح، سعيدين جدا كنا بالفيدباك اللي إجانا من المتدربين، خصوصا الانتراكشن بين المتدربين خلال الأونلاين training، وإنه يتعرفوا على بعض سواء على مستوى الوطن أو حتى مع أشقائنا بمصر. في القسم الوجاهي الذي تم في رحاب جامعة بوليتكنيك فلسطين تحت إشراف وتدريب الدكتور رائد عمر، تم خلال التدريب العمل على صقل وتنمية مهارات الخريجين التي يحتاجونها لدخول سوق العمل، والتي تشمل مهارات إجراء المقابلات للوظائف ومهارات طرح الأسئلة والثقة بالنفس والعمل على إنشاء مشاريع ريادية صغيرة مبتكرة. لما رحنا الأكاديمية البحث العلمي كان في 20 متدرب. الحقيقة أنا شفت شغف عند الشباب دول عظيم للحقيقة، إن هم عايزين يعرفوا، عايزين يتعلموا، عايزين يبقى عندهم خطة وتصور. كتير منهم by the end of the session start to write his CV، وبدأوا ياخدوا رأيي مثلا CV ده كده تمام، ده مظبوط، ده مش مظبوط، اعمل ايه علشان انا عايز اروح الكارير الفلاني. الحقيقه انا سعدت جدا بيهم، ونتمنى ان تكون الوركشوب دي فعلا قدرت ان هي تساعد 70 متدرب ان هم يعرفوا ايه النكست ستيب في حياتهم. بعدها تباعا كان في عندنا اللي هو البراكتيكال تريننج، اللي هو كان عباره عن 3 أيام ليطور مهاراتكم في الايموشن انتليجنس، interviewing skills and entrepreneurship skills. اللي بقدر أحكي لكم إياه أو recommend you تعملوه إنه تعملوا self reflection لإلكم، تقعد مع حالك تعرف شو أنت هلا شو بدك تعمله بال future، تبلش تشتغل على وضع بعض ال objectives الأهداف، و make it يعني smart هون منا بمعنى ذكي فقط، بمعنى make it specific, measurable, actionable, and relative and time-bounded. Yeah, ضروري يكون هذا الكريتيريا متحققة بهي الأوبجيكتيفز تبعتك لا توصل لمبتغاك. وشكرا كثير لك ويعطيكم ألف عافية. وخلال هذا التدريب وفي ختامه عبر المتدربون عن شكرهم وامتنانهم للأكاديمية العربية الألمانية ولجامعة بوليتكنيك فلسطين وشركائهم على تنظيم هذا التدريب النوعي والمهم والذي سينعكس بشكل كبير وإيجابي على مستقبلهم المهني. وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة ننظم فيها الـ practical training، وبس يعطيكم ألف عافية.